بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد أصدقائي، أهلا وسهلا بكم في تغطيتنا الإخبارية التحليلية المستمرة لأهم أحداث اليمن والشرق الأوسط والعالم. وكالعادة نود أن نذكركم وأن نذكر المنصة خصوصا أننا نلتزم بالمهنية وبالحياد، ونقدم الأخبار بشكل مجرد من الآراء الشخصية. أما التوجهات والانطباعات فهذا الشيء يعود للمتابعين، ونحن لا نتحمل مسؤولية. وفي الحقيقة إحنا غبنا يومين عن الأخبار، أو يوم ونص تقريبا إحنا غبنا من هنا، والدنيا كلها ولعت من هنا، كأنهم بيستنونا نغيب عشان كل واحد يعني يضرب ويهرب. الأخبار متواترة ومتسارعة جدا خلال آخر 48 ساعة. على رأسها، أين اختفى العميد يحيى سريع بعد تغريدة 3 أيام؟ حتى الآن لم نرى أي شيء، ولم يظهر العميد مرة أخرى في أي بيان جديد. ما هي خبايا هذا الموضوع؟ هنحللها معاكم في هذه الحلقة. وكذلك سنتحدث عن مفاوضات الأطراف اليمنية في عمان، المفاوضات هذه اللي تكشف انه فيها بعض الخبايا احنا ما كناش عارفينها. كذلك المملكة العربية السعودية، وزير الخارجية قال انه خارطة طريق السلام في اليمن اصبحت جاهزة. طب لما هي جاهزة انتوا مستنين ايش الى الان؟ وهل يمكن تحقيق خارطة سلام حقيقية في اليمن؟ سنتحدث ايضا احبائي عن هذا الموضوع وعن موضوع البنوك المركزية كذلك في اليمن. اما روسيا فالدنيا والعانة هناك، رأينا زيارة رئيس وزراء المجر وكيف تبرأ منها النيتو، وسر الخطاب اللي طلع به بوتين واللي ليه تفسيرات قال بها الدنيا من أمس. وسنتحدث أيضا عن الانتخابات البريطانية اللي شكلها تعمل يعني كذا انعطاف تاريخي بالنسبة لهم، هم مش بالنسبة لنا احنا، بالنسبة لنا احنا هم في عيوننا يعني قرعة وبتتعاير بشعر بنت اختها، النتيجة واحدة بالنسبة لنا. سنتحدث ايضا في الانتخابات البريطانية وانفجار اكبر مصنع لتصنيع الاسلحة التي تذهب الى اوكرانيا، وين؟ في الداخل الامريكي، اكبر مصنع في جنوب امريكا، الى جوار العديد من الاخبار الاخرى احبائي. ولماذا روسيا رفضت وساطة اردوغان؟ وكذلك سنتحدث عن الهدنة او الصفقة الجديدة اللي الجميع يتحدث عنها بين الفريق ألف والفريق فاء، إلى أين وصلت الأمور؟ في الحقيقة الحلقة هذه طويلة، فإذا أنت معانا على العرض الأول ممكن تروح تجيب مكسراتك عصيرك تساليك وجيب ورقة وقلم وركز لي. الحلقة هذه فيها دش ليوم الدش، واقعد معانا واستمتع. الحلقة هذه نعتبرها سهرة طويلة ودسمة بالأخبار، وعشان تفهم الليلة كلها يبقى لازم أحكي لك. فلا تنسوا الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، دعمونا بلايك، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، واكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات كتب الله أجري وأجركم، ونبدأ على بركة الله. وتعال أحكي لك. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أصدقائي، دعونا نبدأ بالمفاوضات اليمنية التي تحدث الآن في عمان. احنا توقعنا انه المفاوضات هذه مرحلة جديدة في مفاوضات السلام وخارطة الطريق، ولكن الواضح حتى الآن انه المفاوضات هذه فقط في شأن تبادل الأسرى عند الأطراف اليمنية، ليست مبادرة سلام كاملة بيتفاوضوا على الأسرة. طيب تخيل انت الآن اذا كانت موضوع ملفات الأسرة وهو ملف انساني في اليمن، الى الآن كم عقدت اجتماعات ومؤتمرات ودخلت وساطات وعقدت يعني مباحثات في مسألة تبادل الرهائن فقط، مع انه هذه من مصلحة كل الأطراف في اليمن ان كل واحد يستعيد مقاتلي او رجاله او سياسي. احنا الى اليوم ما تحلتش، وكل مرة تبدأ المفاوضات تحت مظلة الكل مقابل الكل، ولكن نكتشف أن الموضوع يخرجوا أعداد قليلة، وأحيانا يعلنونك على المفاوضات وفي النهاية لا نخرج بنتائج ولا حتى بيان ختامي. فتخيلوا هذه المسألة إلى الآن كم محتاجة وقت، فما بالكم إذا بالفعل حصل خارطة الطريق كما أعلنت السعودية أنها جاهزة؟ كيف سيتم الاتفاق على شكل الحكم في اليمن، على الأطراف، على توزيع الحقائب الوزارية، على مين اللي هيمسك الدولة، على الكثير من الملفات اللي في البلد، على توحيد القوات اللي على الأرض؟ فاللي تتكلم عن حل سياسي في اليمن، أنا من أكبر المتفائلين بحل سياسي في اليمن، ولكن هل هذه الاحتمالية واقعية؟ هل يمكن أن نجد حل سياسي للأحداث اللي في اليمن؟ في الحقيقة أحبائي يعني يؤسفني أني أقفلها في وجهك وأقول لك طريقك مسدود مسدود، أنا لا أرى حلول سياسية حتى الآن لأحداث اليمن.
للعدوان اللي تم على اليمن هل يمكن أن ينتهي بحل سياسي؟ في الحقيقة الموضوع صعب. ليش؟ عشان تفهم تعال أحكي لك. هل رأيتم أحداث السودان والويلات اللي حاصلة الآن في السودان؟ ليش؟ لأنه في اثنين قوى متحاربة على الأرض، الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، اثنين قوى على الأرض حرقت أم السودان. طيب لما تيجي لليمن تكتشف الآن أنه في 7-8 قوى موجودة على الأرض، بغض النظر عن تفاوت القوة ومين الأقوى، في 7-8-9 قوى على الأرض، وكل جيش من هذا معاه قادة عسكريين وسياسيين. فأتوقع أنت كيف ممكن هذول في النهاية يوصلوا الحل؟ يعني صنعاء فيها الحوثيين، مارب فيها الإصلاحيين، في مناطق مخا فيها العفاشين وطارق، إذا رحت فوق تلقى العمالقة، إذا رحت عدن تلقى شرعية وتلقى انتقالي، وهذول الاثنين هم في حد ذاتهم مش مسديين أصلا. يعني تعال أقول لك واحدة من المفارقات عشان تفهم، اللي يقول لك إنه صنعاء تفشل المفاوضات بيكذب عليك، لأنه واضح إنه ملهاش حل أصلا، هي مكفولة من كل النواحي ولن تنتهي إلا بمواجهة عسكرية كبرى. يعني الآن لما دعوا إلى المفاوضات الأخيرة في عمان، شفتوا الرد الرسمي اللي خرج من الانتقالي في عدن؟ الرد الرسمي خرج قال لك نحن، شوف المفارقة وركز، قال لك نرفض المشاركة في أي مفاوضات لا تتضمن تحقيق أهداف دولة الجنوب، أي الانفصال. الكلام هذا خارج من عدن، يجب أن يكون هناك انفصال. طيب لما هو يجب أن يكون هناك انفصال، أنتوا قاعدين تطالبوا بنقل البنوك ونقل شركات الطيران ونقل المنظمات ونقل شركات الاتصالات، ليش؟ أنا نفسي واحد يشرح حالي. أنت الآن بتقول لن نتنازل عن الانفصال، هذا الانتقال لن يتنازل عن الانفصال. طيب أنت ماشي تتنازل عن الانفصال، بتنقل مؤسسات الدولة للجنوب ليش؟ تطالب بنقلها إلى هناك ليش؟ اعلن انفصال وطالب من هذه الشركات أنها تعمل فرع رئيسي عندها، فرع رئيسي في صنعاء وفرع رئيسي في عدن، والحوالات الداخلية تعتبر حوالات دولية بين الشمال والجنوب. فتخيلوا في هذه المسألة، انت الان اذا تتفاوض مع عدن الشرعية تقول لك وحدة، الانتقال يقول لك انفصال، الشرعية تقول لك انقل مؤسسات الدولة الى الشمال كفروع رئيس الى الجنوب كفروع رئيسية، الانتقال يقول لك انفصال. طيب انت الان هتمشي مع مين وهتتفاوض مع مين، وكيف يمكن ان يكون شكل هذه المفاوضات على الارض، خصوصا لما تجد انه تخرج بعض القرارات التعسفية مثل قرار عدن الاخير اللي يطالب بانه وقف قطع التذاكر من الشمال. شمال اليمن للعرب اللي تابعونا، شمال اليمن فيه حوالي 30 مليون، جنوب اليمن فيه 7 مليون، 80% من سكان اليمن هم موجودين في الشمال. فلما تيجي انت بقرار تقول ممنوع على اي شمالي يقطع تذكرة، بموجب ايش؟ هل انت بتفرض العقوبات هذه على صنعاء؟ انت بتفرض العقوبات هذه على الشعب، على فكرة على 30 مليون انسان. يبقى انا اذا ودي احصل على تذكرة اضرب لي سفرة روحة جاية 12-15 ساعة لعدن واخسر قيمة التذكرة، اذا التذكرة 300 دولار انت تعبيها بترول رايح جاي. فالان تجد انه اليمن فيها على الارض 7-8 قوى، كل قوة يعني معاها رؤية ومعاها أهداف ومعاها مناطق سيطرة وتقول لك حقي، وسمعتوا قبل فترة مطالب الانفصال في حضرموت، ويطلع البعض يقول لك انه صنعاء غلطانة لما احتجزت الطائرات الثلاثة، وانا اتفق معاك هذول غلطانين وهذول غلطانين. ما كان يجب على عدن ان تمنع الشماليين 30-35 مليون من قطع التذاكر من الشمال؟ هذا غلط، وما كان على صنعاء أن ترد على الغلط بالغلط. ولكن للأسف إحنا التحزبات اللي في بلادنا تخلي الناس أحيانا ترى الخطأ صح وترى الصح غلط. يعني أنت تعتقد أنه قرار وقف الحوالات الدولية على 30-35 مليون يمني وقطع التذاكر، ممنوع يقطعوا تذاكر، أنتوا شايفين هذه المسألة بسيطة؟ رأى أنتوا متخلفين فقط. اللي شوف أنه هذه القصة بسيطة، انه احنا 30-35 مليون يمني في الشمال ما نستلمش حوالات خارجية، المغتربين اللي بيشقوا على اهلهم ما يقدرش يحول مصروف اسرته اخر الشهر لزوجته الاطفال والابو والامه، الناس تموت جوع. انتوا شايفينه حاجة بسيطة؟ يطلعوا لك التافهين الرخاص يقول لك ايوه حسيتوا الان ان احنا عنجوعكم، لانك تافه اصلا، انت مش رجال اصلا. أنا اللي يعرفه الشرعية، أنت معاكي مشكلة مع الحوثي روحي دقيه، مش قادرة عليه روحوا سلام وتصالحوا، لكن أنت مش قادرة عليه جاي على الناس. الموضوع اللي بتعمله الآن القرارات هذه الأخيرة الخارجة من الشرعية، سياسات عدن هي تقريبا نفس سياسات الفريق ألف في الكيان،
شوفوا الكيان مش قادر على حاء ميم ألف سين، فقاعد يضرب في المدنيين. أحد ينكر هذا؟ الآن نفس الشيء، أنت مش قادر على حكومة صنعاء، فجاي تفتري على المواطنين. 35 مليون شمالي ما عاد فيش حوالات خارجية، 35 مليون شمالي ما يقطعوش تذاكر طيران من مناطقهم، 35 مليون شمالي يجب أن تنسحب المنظمات من عندهم وتأتي إلى عدن، 35 مليون شمالي هذولا هناخذ منهم شركات الاتصالات ونوديها من عندنا ونقطع عليهم بكيفنا، ما هم يسددونا بالعملة الجديدة اللي هي مش موجودة أصلا في الشمال، والله نقطع عليهم شركات الاتصالات والهواتف المحمولة. انتوا البعض بيستهين بهذا الحدث ويرى شيء طبيعي، يرى شيء طبيعي. طب لما انت الشرعية في عدن تدعي انك شرعية، انا الحكومة الشرعية لليمن، هل انا اليمني مواطن شرعي ولا مش شرعي؟ انت جاوبني، هل انا مواطن شرعي؟ اذا انا مواطن شرعي يبقى انت على اي اساس تمنعني انه انا ابني اللي قاعد يشقى علي في امريكا ولا في السعودية ما يديليش حوالة لعندي؟ تقول لي استلمها بالعملة الجديدة. طيب انا ما فيش عملة جديدة هنا. تقول لي صنعة مش راضية، سد انت وصنعة، انت والحكومة انتوا سياسيين سدوا في بعض. تش علاقتك بالمواطن اليمني تأزم عليه عيشته؟ فانا مش فاهم متى السياسيين هيفهموا انه خرجوا اليمنيين من ليلتكم هذه. مش من حقك تفرض عقوبة على مواطن يمني، فما بالك 35 مليون يمني تفرض عليهم عقوبة. كلامي هنا أنا مع الحق، أنا لا مع صنعاء ولا مع عدن ولا مع مارب، ولا أنا بحاول أعطيك الأخبار بحيادية وحللها لك، والله ما أناش مؤدلش تبع جهة أو ما جهة، ولكن هذا اللي بيحصل. أصحى أنا مواطن شمالي أنا في صنعاء، ألقى فجأة كان معايا الألف دولار حقي فقدت 70% من قيمتها، أروح أقطع تذكرة تذاكر لأمي مريضة لا قدر الله، يقول لك ممنوع انزل لعدن. أطلب أنا حوالة من أهلي خارج اليمن مثلا عشان أسفر أمي أروح لعدن أقطع تذكرة، يقول لك ممنوع تستلم الحوالة من صنعاء. يعني هذه إجراءات عقابية على الناس وليست على حكومة صنعاء. فتكتشف أنه موضوع اليمن معزلج أكثر مما تتخيل، وأنا أعتقد يعني أنه وأتمنى أن يكون مخطئ يا رب اللي يراهن على حل سياسي في اليمن. أعتقد أنه الموضوع هذا مش وارد، مش هنوصل إلا إذا حدثت معجزة، فممكن في النهاية نخرج إلى حل سياسي، وقد يعني نتمنى ذلك. دعونا ننتقل إلى الموضوع الثاني أحبائي، وهو أين اختفى العميد يحيى سريع. رأينا تغريدة الثلاث أيام، تغريدة قلبت الدنيا، علما أن الغرب والصحافة الأجنبية والداخل الكياني كلها انقلبت في تحليل هذه التغريدة. طلعت لكم أنا في حلقة مخصصة تحدث عنها ولخصت لكم أنه قد يكون هناك أربع احتماليات. الأولى يعني إعلان الدخول إلى المرحلة الخامسة، حتى الآن أنا لا أعتقد ذلك. إلى الآن واضح أنه الاحتمال هذا بدأ يسقط، لأنه الدخول من أو الانتقال من مرحلة إلى مرحلة بيعلن العميد يحيى سريع دائما في ميدان السبعين يوم الجمعة في الوقفة الاحتجاجية التضامنية، ولكنه لم يعلن شيء. وهنا السؤال، ثلاث أيام بتوقيت من؟ هو أعلنها يوم الأربعاء، فهل يقصد أربعاء خميس تنتهي المهلة الجمعة، ولا خميس جمعة وتنتهي المهلة يوم السبت؟ هذا الموضوع زي لما أنت أقول لكم أنا ناظروا في أعلى يمين الشاشة، فأنت كمشاهد ما تعرفش يميني أنا ولا يمينك أنت، تقعد محتار. هل الموضوع إلى يوم السبت؟ احنا بنصور الآن بعد نص الليل، فالحلقة هذه هتنزل بالليل الصباح الله أعلم، فبحسب توقيت عرض هذه الحلقة، هل سنشهد أو نشاهد العميد يحيى سريع يتحدث يوم السبت؟ طيب إذا عدى السبت وما تحدثش فهذا معناه عدة احتمالات. فمعناه الاحتمال الثاني اللي أنا قلت لكم، احتمال هو وصول حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة إلى البحر الأحمر، توقف أمام اليمن للتهديد من جديد. هل يتحدث عن إغراقها؟ أنا لا أعتقد ذلك، يعني منطقيا عسكريا استراتيجيا ليس الآن، ونتمنى أن لا تتدحرج الكرات يعني في المنطقة وأن نصل إلى هذه المرحلة ومرحلة حرب إقليمية كبرى، نتمنى ذلك. ولكن ربما كان يقصد دخول هذه الحاملة المنطقة، ولكن أحبائي قد يكون لمغزى آخر، قد يكون مش هيطلع، لأنه الرسالة اللي وجهها هذه وجهها لأطراف معينة أو دول معينة أو أجهزة استخبارات معينة، وهذه الجهات لقطت الرسالة وتم التسوية من تحت الطاولات. هذا الشيء وارد، وارد يعني ممكن يكون استخدمها يعني كمنح مهلة أو ضغط للمملكة العربية السعودية إنها تلغي قرار توحيد العملة أو إيقاف الحوالات، وجاهم رد من تحت الطاولة من السعودية أن الموضوع هذا يعتبر تم، وصلوا الطرفين لتسوية. طيب قد يكون في احتمال آخر احنا ما وضعناه، وانتوا قد تشوفوا، أنا أتوقع أنه خلال الأيام الأسابيع القادمة بالذات إذا اشتعلت حرب لبنان هتشوف قوة جديدة تظهر أو دول
تنضم للمعركة. دول أنت ما كنتش تسمع عنها، ممكن من أفريقيا، الصومال، أرض الصومال تطلع لك دول أنت ما كنتش تسمع عنها، انضمت إلى المعركة. مثل ما فجأة أفغانستان أعلن طالبان فيها أنه هينضم للمعركة ويرسل 10-15 ألف واحد من هذولا اللي ها يروح ما يرجعش للبنان للوقوف إلى جانب الناس اللي في جنوب لبنان. فما مغزى تغريدة العميد يحيى سريع؟ لسه أمامنا اليوم السبت معنا لا منتصف الليل، إذا ما طلعش ولا وضح هذا معناه أنه في إجراءات أو في تحليلات أخرى سنأتي عليها لاحقا، وربما على فكرة يكون هو يتكلم في آخر دقيقة من يوم السبت الساعة 11:59 دقيقة، وهذا كله جزء أو الصمت هذا جزء من الخداع الاستراتيجي، حرق الأعصاب، الضغط النفسي، الحروب النفسية. الأيام هذه المنطقة كلها حروب نفسية، تفاهمين؟ إيش اللي يحصل؟ إحنا هننتظر. بعض الناس بيتحدثون لك مغردين، شفت أنا اسمه محللين، إنه اليمن استلمت صواريخ قادرة على إغراق حاملات الطائرات. هذا الكلام متوقع من سابق من أول، ولكن حتى الآن لا يوجد، لا أحد يستطيع أن يطلع يأكد هذه المعلومة، لأنه لا يوجد أي تصريح رسمي، إعلان رسمي بهذا الصدد. لا روسيا أعلنت أنها سلمت، ولا اليمن أعلنت أنها استلمت، ولا كوريا الشمالية قالت أنا دخلت وسيط ووصلت، فما فيش خبر حتى الآن. ولكن هل تمتلك اليمن صواريخ قادرة على إغراق حاملات الطائرات؟ أنا أعتقد أي صاروخ فرد صوتي ضربتين ثلاثة في مناطق حساسة من أي حاملة طائرات قادرة على إغراقها. فمن المتوقع أنه اليمن تمتلك هذه الأسلحة، صنعاء تمتلك هذه الأسلحة، لأنه الثقة والتعامل اللي بيحصل في البحر قد يدل على أنهم بالفعل يمتلكوا هذا النوع من الأسلحة. ولكن ليش نستبق الأحداث؟ خلونا ننتظر إذا طلع بيان رسمي، يعني اللي يمتلك صواريخ فرد صوتية أسرع من الصوت تصل، يعني بعض التقارير بتقول لك 2 مخ، بعض التسريبات تقول لك 8 مخ، وقادر يوصلها إلى مدى بعيد إلى طرف القارة. فمش هيمتلك أشياء قادرة تغرق حاملة الطائرات، خصوصا وهي واقفة على سواحلك. أعتقد كل شيء وارد، ولكن ننتظر التقارير الرسمية في هذا الصدد. طيب أصدقائي، دعونا من هذا الجانب وخلونا نذهب للجانب الروسي، الملف الأوكراني، لأنه في أحداث هامة رأينا خلال الساعات الماضية. زيارة رئيس وزراء المجر فيكتور أوربا لروسيا. فيكتور هذا دولة الآن أصبحت هي رئيسة الاتحاد الأوروبي، هي اللي بتضع استراتيجياته الآن، وتحدث باسمه دورة، انتوا عارفين دورة كل شوية دولة تترأس الاتحاد الأوروبي. فيكتور هذا الآن دولته هي المسؤولة عن الاتحاد الأوروبي. فيكتور أوربان فجأة زار روسيا، والكلام اللي حصل في الاجتماع كان هام جدا. هو لما راح يزورها أول رد فعل طلع من الاتحاد الأوروبي قال لك، يعني أطلق تحذيرات إنه هذا الشيء خطير، وهذا الشيء سيضعف موقف التكتل الأوروبي، فإن يروح من نفسه دون التنسيق لروسيا هذه مشكلة. مين أدان هذا الشيء أيضا؟ زيلينسكي، ومهرج التعرفين، أدان هذا الشيء وقال لم يكن بالتنسيق معنا، مع أنه فيكتور قبلها كان موجود أصلا في أوكرانيا، هو زار زيلينسكي وبعدين ذهب إلى روسيا. الكلام هذا كله مش مهم، ولكن ما حدث بعد الاجتماع هو المهم، لأنه بعده خرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحدث بصراحة وقال أنا لا يمكن أن أقبل إيقاف إطلاق النار من طرف واحد، وأسمح لأوكرانيا أن تعيد ترتيب أوراقها، في ظل إنها الآن أنتوا شفتوا قبل حلقتين وريتكم المشاهد وهم بياخذوا الشباب من الشوارع لتجنيدهم قصرا في الجبهات، وأخبار الآن عن وصول طائرات F-16 التي ستسلم لأوكرانيا، عمان الطيارين خلاص قربوا يخلصوا التدريبات، فقال أنا لن أقبل إيقاف إطلاق النار من طرف واحد. البيان هذا يثبت لك إيش إذا حللته بمنطقية؟ يثبت لك أنه فعلا فيكتور أوربا رفع أو, 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 أو طلب من فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار، أو كلموا عن مفاوضات وعن سلام وإن إحنا نهدي اللعب. عشان كذا بوتين قال أنا لا يمكن أن أقبل، هو رد جاء كذا مباشرة في مؤتمر بعد اللقاء أو في تصريح صحفي أنه لا أستطيع أن أقبل. إذن واضح أنه فيكتور لوبان بيحاول أنه يصل إلى حل سلام، علما أنه روسيا رفضت وساطة أردوغان، رفضت أن يكون رئيس تركيا رجب الطيب أردوغان هو الوسيط بين روسيا وأوكرانيا. ومن خلال تصريحات فيكتور أنه المجر ستكون هي الدولة الوسيطة بين الطرفين، بوتين لم شوف، بوتين ما قالش أنا لن أوقف الحرب حتى أحقق أهدافي، ما هو مش حمار زي زلومة الأقرع اللي عند الفريق ألم، بيقول للفريق يعني أعطاك معضلات تمنع من وقف إطلاق النار، وهو الآن
فاتح المجال علما انه ايضا يتحدث لك انه انا منتصر الى الان، انا محقق انتصارات واسعة. اللي نشرته وزارة الدفاع الروسية انه خلال 7 ايام فقط الماضية سقط 13500 وشوية وكسور كذا من الجنود الاوكرانيين والملتزق الاوروبيين، انه هذولا الجنود الروس قضوا عليهم، بالإضافة إلى إسقاط العديد من المدن، تدمير 7 طائرات، وبعدها بيومين دمروا مروحيات وضربوا 5-6 مطارات. فبقول لك أنا بحقق انتصارات، ما تجيش تطلب مني أوقف إطلاق النار إلا ضمن شروطي. طيب علما في نفس هذا الصدد رأينا تصريحات ترامب. ترامب قال لك أنا سأوقف هذه الحرب الروسية الأوكرانية قبل ما أدخل البيت الأبيض. في البيت الأبيض لما ينتخبوا رئيس جديد يقعد أعتقد 3 أشهر، شهرين 3، لما الفريق القديم يسلم الفريق الجديد الملفات كاملة، الحروب، الملفات الاستخباراتية، القضايا السرية اللي تحت الطاولات، الملفات الاقتصادية، الأزمات، يسلمها له. قال أنا أول يوم أفوز قبل ما أدخل البيت الأبيض أحلها. ليش؟ كلمتكم هذا في حلقة ماضية بس سيبك منه، لأنه قال كلام جديد. قال أنا أول ما أطلع سأوقف كل شيء عن أوكرانيا، ما فيش سلاح وكذا، غصب عنها تيجي طاولات مفاوضات وسلام. اما النيتو فقال انا يا يدفعوا يا هيقلب الدنيا عليهم، وهكذا يجبرهم انهم ياتوا لطاولات مفاوضات. اما روسيا فقال انه هيعقد صفقه مع بوتين من اليوم ورايح، اي دوله حابه تنضم لحلف النيتو ناخذ راي الروس اولا. والله هم موافقين كان بها، مش موافقين بلاها الشغله. وعلى فكره الكلام هذا رافي حكمه، لا يفترض على قطب في العالم ان يدعس على طرف قطب اخر، ويجب مراعاه يعني مصالح الجميع، ما انت مش عايش وحدك على كوكب الارض. فهذه هي الخطه اللي عرضها ترامب، واعتقد احنا كلنا عارفين لو دخل البيت الابيض هيحل الموضوع. علما انه واضح انه خلال الايام الماضيه قد ينسحب بايدن من الانتخابات، هذا بضغط من الديمقراطيين انفسهم اللي شافوه انه خرب الدنيا. بعد المناظره الاخيره هو تحدث وقال انه غلبني النوم، واني قبل المناظره كنت مسافر رحلتين ولم استمع الى كلام مستشاريني او بالاصح مدربيني اللي قالوا يرتاح او يلغيها او يلغي السفر او هذا الكلام كله. فقال غلبني النوم عشان كده ما عرفت أسيطر على نفسي، الجميع يرغب في انسحاب وعدا قلة بأيده. طيب الكلام جاي على مين يدخل مكانه؟ الآن في كلام من عدة أطراف، البعض يقول لك هيلاري كلينتون، مع أنها خسرت قبل كده في ترامب أمام ترامب، فما بالك الآن هو عنده شعبية والظاهرة الترامبية، في كده الحمى الترامبية تجتاح جزء من أمريكا. والبعض بيتكلم لك عن زوجة أوباما ست البيت هتصير رئيسة أمريكا، هذا يوريك شيء إنه رئاسة أمريكا مش بالخبرة، واضح إنه رئاسة أمريكا هذه في صلة قرابة بينهم، في صلة قرابة بتحكم أوروبا كلها، هم كلهم من دم واحد، فراعنة ولا إيش قصته؟ ما تفهمش أنت. أوباما تحكم مع إن استطلاعات الرأي حقها سيئة، ولكن في أصوات تتحدث عن زوجة أوباما. تخيل أكون رئيس أنا أمريكا أكبر دولة في العالم، كانت يعني أخرج أنا ما يلقوش حد يجيب زوجتي. شفت السياسة؟ حلما انه خلال الايام الماضية القوات الروسية ضربت مصنع يوغماش، هذا مصنع داخل اوكرانيا، ضربته بصواريخ عنيفة. على الرغم من كده كان كل الفيديوهات بتوريك انه الناس رايحين جايين جنب الانفجارات عادي، وهذا يوريك الدقة التي تمتلكها الاسلحة الروسية اللي بتضرب الاهداف العسكرية. وانا مش مع روسيا يا يوتيوب ولا مع اوكرانيا، انا بحكي الاخبار بس، انه بدقة. بينما لما تشوف الضربات الاوكرانية تلقاها محطة كهرباء، في بقالة، في سوبر ماركت، في بيت، على الساحل، في المصيف، والناس قاعدة تسبح. الغريب هنا انه حصل انفجار كبير، انفجار مصنع جنرال داينامكس، وين؟ في ولاية كنساس الامريكية، هذا اكبر مصنع لتصنيع الاسلحة في جنوب امريكا، علما انه هذا المصنع اسلحته بتروح لاوكرانيا. فجأة المصنع هذا انفجر، في اللحظات الاولى خرج تصريح من داخل المصنع، من إدارة المصنع، أنه بسبب ألعاب نارية. فجأة قال لك بسبب انفجار في المصنع. القصة هل هذا هو اللي كانت أمريكا رافعة حالة التأهب بصدده؟ هل هي رسالة من بوتين أن أنا قادر أضرب لك مصانعك داخل أرضك بدون ما تعرف مين؟ مش هدخل لك طيارة ولا كاميكازي درون ولا حاجة، يجيك الضربة من جوا. يعني معناه أنه لي ناس على الأرض قادرين يحدثوا هذه يعني الضربات والتدبير الهائل. واضح انه رسالة بوتين وصلت خلال الايام الماضية. طيب نكتفي هنا، انه الكلام في الملف الروسي الاوكراني ما بيخلصش. خلونا نذهب الى بريطانيا في دقيقتين فقط قبل ان ننتقل الى ملف الفريق الف والفريق فاء واخبار الهدنة الجديدة. تعالوا احكي لكم اللي حاصل في بريطانيا. بريطانيا كان فيها
كرنفال انتخابي بين حزب العمال البريطاني وبين حزب المحافظين. حزب المحافظين مسيطر غريتشي سوناك، مسيطر على البرلمان وعلى الحكومة البريطانية من 14 سنة. فجأة حزب العمال البريطاني قلب الطاولة وفاز بهذه الانتخابات، فاز ب 410 من أصله 610 مقاعد وأعلن فوزهم، وصار معهم رئيس الحزب طبعا، صار هو رئيس وزراء بريطانيا الجديد. وأنا أعتقد أنه خلال الساعات هذه أو الساعات الماضية بحسب موعد عرض هذه الحلقة هيقابل الملك بريطانيا الملك تشارلز. فإيش المتغيرات؟ طيب هل في فرق بين دول وبين دول؟ بالنسبة للداخل البريطاني هناك فرق، أوروبا رايح أنا مش عارف وين. وانتو شفتوا حكيت لكم اللي حصل في الانتخابات الأخيرة في فرنسا، أوروبا كلها تنقلب من الداخل، كل الأحزاب اللي مسيطرة من عقود فجأة طلعت الأحزاب المعارضة وهي اللي سيطرت. تغير مزاج الشارع الأوروبي يثير الجدل. ففي الداخل البريطاني أكيد هيكون في تغيرات وكبيرة، ولكن بالنسبة لنا احنا لا اعتقد بالنسبة للمنطقة ما فيش فرق، هما الاثنين زي بعض. خلونا نذهب الى فريق الف والفريق فاء. هناك الان مفاوضات واخبار عن صفقة او مقترح صفقة جديدة وهدنة جاية في الطريق. وين؟ في الدوحة في قطر. خلال يعني يوم الجمعة وصل وفد امريكي الى هناك لتعزيز هذه المفاوضات. كمان ناس من الميم واو سين الف دال راحوا هناك، وناس من حاء ميم الف سين راحوا هناك للمفاوضات. حتى الآن بيقول لك أنه في نتائج مبشرة، في نتائج إيجابية، ولكن هم إلى الآن مختلفين على تحديد الخط الزمني. هذا اللي أنا فهمته للمرحلة الثانية. يعني المرحلة الأولى هم مش مختلفين فيها، وبيقول لك في المرحلة الثانية نبدأ نتفاوض على الانسحاب وعلى الوقف الشامل وهذا كله. ولكن حاميم ألف سين الفريق فبيقول لك لا، لازم المرحلة الثانية تحدد لي فيها خط زمني، نتفق على كيفية وقت إطلاق نار شامل وانسحاب القوات وإعادة الناس خلال مثلا 4 أسابيع 5 أسابيع، ما تخليها ليش مفتوحة ونرجع زي اتفاقية أوسلو اللي كانت 5 سنين دخلنا في 30 سنة. كيف هتنتهي الأحداث هنا؟ ما الذي سيحدث؟ احنا متابعين أول بأول. أطلنا عليكم في هذه الحلقة أحبائي، كنا حابين نجمع لكم الأخبار كلها في حلقة واحدة عشان نفهم إيش اللي حاصل في العالم. وأنا سعيد جدا أنه الكثير من الشباب، نحن نجحنا نخلي الكثير من الشباب يهتم بالأخبار ويهتم بالشأن العالمي وصار بشغل دماغه وحابب يفهم ايش اللي بيحصل وكيف يدور العالم. مش هنقعد احنا يعني الناس طول عمرنا مجرد متفرجين مشاهدين نشوف كده بس ونصفق وخلاص، لازم نفهم كل ما يحدث حول العالم. احبائي اطلت عليكم في هذه الحلقة، في ختامها لا يسعني سوى ان اشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الاخيرة، هؤلاء المتابعين العتاولة حقنا. واهلا وسهلا بكل الاخوة والاخوات الجدد اللي انضموا لنا، اهلا وسهلا بكم في عائلة زوايا مظلمة. احبائي في ختام هذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، دعمونا بلايك، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، شاركوا روابطها عبر جروبات الواتس حقكم عشان يكبر مجتمعنا اكبر واكبر في اسرع وقت ممكن. ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، واذكروا الله كثيرا يذكركم أحبائي، واستغفروا الله العظيم لي ولكم، ولا تنسونا من الدعاء. وحتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسلمين جميعا.